هاي، في عدة عوامل بتسبب اضطراب الرحلات الجوية الطويلة جت لاج، مثل عدم وجود ضوء نهار، نقص الأكسجين خلال الطيران، انخفاض ضغط الهواء بالطيارة، ساعات القعود الطويلة يلي ممكن تعطل دورة النوم والاستيقاظ عند الشخص. في عدة طرق للتخفيف من تأثير الجت لاج، ومنها حجز الرحلات يلي بتشمل التوقف بمناطق زمنية متدرجة، فكسر الرحلة الطويلة بيساعد الجسم على التكيف مع التوقيت الجديد. تغيير وقت النوم قبل موعد السفر ممكن يساعد، فإذا شخص مسافر صوب الشرق لازم يبكر بالنوم، وإذا مسافر صوب الغرب لازم يتأخر لينام. مين قال إنه تغيير الساعة لوقت الوجهة قبل السفر بيساعد كتير على المستوى النفسي، لأنه بيحضر الشخص للتوقيت الجديد؟ أنا قال. بشوفكم بكره.